عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخ محمد، صوت مسموع عندك؟ طيب، بس أنا بانتظار البقية يدخلون. إن شاء الله نبدأ حل دقيقتين ثلاثة ونبدأ إن شاء الله تعالى. طبعا المحاضرات الماضية كلها كان في خلل فني في عند العماد، ما استطاع نبدأ إلا اليوم. نعم، هل أنت عندك مشكلة الآن في النظام؟ كانت في مشكلة الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع، لكن الحمد لله أنها انحلت كما يقولون. بس لحظات نبدأ بعد قليل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المؤذن يشعل الحلقة قليل. ولكن سنبدأ من الحق، من حضر أنه يأخذ نصيبه من المقرر. بداية أولا، المذكرة المطلوبة هي المذكرة المنتشرة بين الطلاب. طبعا المقرر هو محاضرات مسجلة، محاضرات مسجلة المرسلة للطلاب، وهي بحمد الله مفرغة يعني بين أيديكم في مذكرة ذات 109 صفحات. والمحرر يعني هو كل ما ورد في المحاضرات المسجلة هو قصيدة الحمد لله عز وجل. ويحرص أيضا الطالب أنه يذكر الطالبة من يبدأ بها الآن المذاكرة والجد والاجتهاد، لأن هي يعني مقرر فقه المعاملة في عقود المعاوضات، وهو مقرر واحد بالمناسبة. الصعوبة في تزول إذا كان لدى الطالب من الهمة والحرص والإصرار على فهم موضوعاته، وهي أيضا يعني فيما رأى الله تعالى سهل التنسيق، ويمكن لكل طالب أن يستوعبها. يبدأ المقرر بكتاب البيع، كتاب البيع. بدأ الشيخ المقرر ب يعني الكلام عن أهمية المادة ومدى الحاجة للتفقه. ولا شك أن يعني فقه المعاملات المالية نظر لدقته يحتاج إلى أيضا علاقته بالكسب والمال، ويعني طيب الكسب طيب المطعم طيب المأكل لا شك أنه لا يتحقق إلا إذا علم الإنسان ما يحل له وما يحرم عليه من هذه المعاملات المالية، وبخاصة من يتخصص أيضا في المعاملة المالية من أمثالكم، سواء كان المحاسبة أو الاقتصاد أو الإدارة أو غيره، منها له صلة بالتعامل أو صلة لصيقة جدا بالتعامل مع المال. أول الباب
في هذه المادة هو الكلام عن عقد البيع، الكلام عن عقد البيع عن تعريفه والأصل في جوازه وأركان البيع والصيغة التي ينعقد بها البيع، ثم شروط صحته، ثم نوع عقد البيع من حيث اللزوم والجواز ونحو ذلك. والحقيقة أني بدي أن أن الطالب إذا كان لديه إشكال أو استفسار أن يسأل مباشرة، لأنه ليس من يعني مهمات اللقاءات الحية إعادة المحاضرات المسجلة مرة أخرى وإعادة بقية المحاضرات المسجلة، وإنما بيان ما يغضب أحيانا وما يعني يحتاج إلى بيان، وأيضا بيان موضع السؤال لكل فقرة كيف يقع السؤال. أنا طبعا الأسئلة في الجملة هي عبارة عن اختيار متعدد، عبارة عن اختيار متعدد، يعني يبارك السؤال ثم تختار بعده الإجابة الصحيحة من ثلاث إجابات أو أربع إجابات أمامك وتختار الإجابة الصحيحة. في هذا يعني تيسير كبير على الطلاب. ثاني سؤال، ما في إلا أنت يا أخي محمد، هل عندك سؤال؟ هل سبق أنك درست المادة؟ أنا في جواب قبل سنة، يعني متى يعني بالضبط؟ أنا كم طيب قرأت عام 32 ودخلت اختبار ورسبت أو حذفت المقدار؟ ما يقول المؤلف الأصل في جواز عقد البيع، أي الدليل على جوازه، الأصل يستخدم ويراد به قاعدة مستنبطة، الأصل يستخدم ويراد به ما يبنى عليه غيره، الأصل يستخدم ويراد به أساس الشيء، الأصل يستخدم هنا ويراد به الدليل على مشروعية عقد البيع وجوازه، الكتاب والسنة والإجماع كما ذكر الشيخ في المحاضرات المسجلة. المراد بالصيغة في عقد البيع هي الشيء الذي يدل على انعقاد البيع، الشيء الذي يدل على انعقاده، وهي إما صيغة قولية تقول اشتريت منك هذه السيارة، يقول بعتك، أو هو يقول بعتك السيارة ب50,000 ريال، وتقول اشتريت، أو تقول قبلت، هذه تسمى الصيغة القولية، هذه لا إشكال في جوازها. الصيغة الثانية الصيغة الفعلية، أني أصدر للبيع وأستلم معاطات دون لفظ منهما أو دون لفظ من أحدهما، يعني قد يتكلم أحدهما ويسكت الآخر، مثلا تسأل شخصا بكم الكتاب الذي معك أو تبيع الكتاب الذي معك
بعشرة فيعطيك الكتاب وتعطيه عشرة بدل يتكلم، أو العكس يقول هو أبيعك الكتاب بعشرة وتعطيه العشرة وتأخذ الكتاب دون أن تتكلم أنت، أو أنك تدخل محل المواد الغذائية بقالة، أو أنك تأخذ علبة الماء أو بعض المشروبات أو بعض المأكولات وتضع النقود وتأخذ الشيء دون أن تتكلم أنت ولا البائع، فتسمى صيغة فعلية معاطاة. هذه الصحيح من أقوالهم جوازها، وليس أحد من أهل العلم في الوقت الحاضر أن يقول بغير ذلك، كان يعني خالف الجمهور الصوفية فيما سبق، لكن ما الصحيح أنها صيغة جائزة، لأن البيع ورد في الشريعة مطلقا ولم يتعبد الله عز وجل بلفظ فيه معين، فكل ما دل على عقد ما يدل على الرضا، الوارد في قوله عز وجل لا تخلع تجارة عن تراض منكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض، كل ما دل على الرضا فعلا كان أو قولا فإنه يكون صيغة صحيحة. ثم تكلم أيضا بعد ذلك عن نوع عقد البيع، المقصود بنوع عقد البيع من حيث اللزوم من عدمه، يعني مثلا إذا اشتريت منك سيارة اليوم أعطيتك تكلم من سيارة تبيع سيارة في 50,000، قلت هذه 50,000 ريال وبيعني سيارة، فكيف يقول بعتك؟ أخذ 50,000 ريال وأخذ السيارة، هو من الغد رأيته تفرقنا، ثم رأيته من الغد وقلت له إنني نادم على شراء السيارة، فخذ سيارتك وأعد إلي نقودي، هل يستقيم هذا؟ هل يستقيم أن يقول له خذ السيارة وأعد إلي نقودي هكذا دون رضا؟ الجواب الجواب لا يستقيم، الجواب لا يستقيم ذلك. لماذا لا يستقيم ذلك؟ لأن عقد البيع لازم، لأن عقد البيع عقد لازم، فإذا تبايع الشخصان ثم تفرقا لزم عقد البيع، لزم عقد البيع، لكن ما أستطيع أن أفسخ العقد بمجرد إرادتي، فلا بد أن يوافق الطرف الآخر، لا بد أن يوافق البيع على ذلك بعد اللزوم، وإذا وافق يسمى على إقالة، يعني يوافق تكرما وتفضلا وتلطفا معك، وإلا الأصل أن من حقه إلا يوافق على فسخ هذا البيع. وفي بعض المحلات الآن، بعض المحلات التي تبيع مثلا ملابس وغيرها تتيح الاسترجاع من ذاتها من عند نفسها، يعني حتى يعني تستقطب الناس ومستهلكين وكذا، ترغب الناس في شراء بضاعتها، هي تشترط على نفسها، المحلات نفسها تشترط على نفسها أن تعيد البضاعة، أنك لك أن تعيد البضاعة خلال أسبوعين، خلال أسبوع، خلال 10 أيام أو أقل أو أكثر، هذا شرط بينك وبين المحل الذي تشتري منه، ولا يعني إشكال في هذا الشرط، المسلمون على شروطهم، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم، لكن من حيث الأصل لو أنك اشتريت بضاعة من محل ولم يكن شرط على نفسه أن يعيد هذه البضاعة، مثلا يستقيم لك أنك من الغد تعيد له البضاعة رغما عنه، الجواب الجواب لا، الجواب لا يمكن تعيد البضاعة رغم عنه ما لم يشترط هو على نفسه. واضح هذه عند تطبيق، بعض الناس يعني ممكن يستوعب المسألة المغربية، فيرجع عند التطبيق خبص فيها قليلا. نعم. لأن عبارة عن المحلات البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل يؤكد على هذا، يؤكد على هذا الشيء، يؤكد على هذا الشيء. الأصل أن يؤكد على هذا المعنى، ليس المراد به أنك إذا وجدت بها عيبا أو وجدت بها تدليسا أو كنت مغبونا فيها أو نحو ذلك من الخيارات الأخرى، لا، يعني ما في نتكلم عن البيع العادي، أما أنك إذا وجدت عيبا في السلعة فإن لك الخيار أن تفسخ، لك الخيار أن تفسخ العقد، تشك في ذلك، ولا يعني يلزم بذلك رضا العاقل الآخر،
لك وجدت فيها عيبا. لكن نتكلم في الأحوال العادية، السلعة السليمة ليس بها عيب، اشتريتها منه ثم تفرقتما ثم أتيت من الغد تريد إرجاع هذه السلعة، يقولك لا لا تلمع. ما أسمح لي إعادة هذه السلعة. لماذا؟ لأن عقد البيع عقد لازم. ومثل أيضا عقد الإجارة تكلم عن الفقهاء دائما، دائما الفقهاء يقولون عقد البيع فيه كذا كذا، عقد الإجارة فيه مثله. لماذا؟ لأن عقد الإجارة بيع خاص، عقد الإجارة بيع خاص، عندما أؤجرك بيتي أنا أسمح لك بالسكنة في البيت مقابل أجرة. طيب مقابل أجرة ما هو؟ تدفع لي الآن 10,000 ريال في السنة، تستأجر مني شقة. ما هو مقابل 10,000؟ مقابل 10,000 هذه أنا أبيعك منفعة في السكنة سنة. هذا عقد إيجار هو بيع خاص. أنت تتابعون معي في نفس المذكرة، تتابعون معي في نفس المذكرة، أرجو أن تكون معكم في المرات القادمة حتى يعني يكون الطالب أكثر استيعابا وهو يعني حاضر، ولا يكون مفقا مجرد حضوره تسجيل حضور هكذا دون أن يعني يستفيد. هي ما تعرفها يا محمد من الكرام من كثرة من قليل، هي على كل حال هي عبارة عن 109 صفحات، ولو كان عندي رابطها لأرسلتها الآن. أنا حاول أرسل الرابط. أنت تتابع في ماذا يا محمد؟ كيف تتابع معنا؟ تتابع عن طريق محاضرات مسجلة فقط؟ أنت كيف تتابع معنا؟ إيه جيد، لكن هؤلاء فيها أنا مدام أنك تتابع مسجلة، أنا أقول دائما هو دخلنا قاعدة في يعني حياتك وهم في عموم حياتك، دائما تبني يعني تستفيد مما أنتجه الآخر، تبدأ من حيث انتهى الآخر. الآن مثلا مثل هذه المذكرة، والأصل هو محاضرات مسجلة كانت تؤكد الأمانة، وهذا لا إشكال فيه ولا جدال فيه. الأصل هو المحاضرات المسجلة، والاختبار سيكون من المحاضرات المسجلة. لكن إذا وجدت مثلا بعض الطلاب قد فرغ لي المحاضرات المسجلة، قدمني الآن، قدمني خدمة، ماذا أصنع أنا؟ ما أستغني عن المحاضرات المسجلة أذكر أطمئني والطالب، لا، أقول يبقى أنه جهد أستفيد منه، جزاه الله خير، ويعني قطع علي شوطا كبيرة، لكني ماذا أصنع؟ أني أقارن هذه المذكرة التي بين يدي في المحاضرات المسجلة، وهذا عين الحصافة والكياسة، أن الواحد يستفيد من جهود الآخرين دون أن يتكل عليهم، دون أن يتكل يعني بعض المذكرة ترى ملخصات، بعضها سهم خاطئ الطلاب، بعضها في أخطاء فادحة، لا يعني تسلم عقلك تمام الآخرين، لكنك تستفيد من جهودهم. وهكذا يصنع الناس منذ يعني عرف الناس طلب العلم أن يستفيد من جهود الآخرين. درسنا وكنا كذلك، يعني يستفيد الناس من جهودنا الزملاء والطلاب ونحن نستفيد من جهودهم. يعني مثلا والله نختبر الأستاذ هذا يلحق وراءه 5 سطر وهذا يلحق 5 سطر، وبالتالي نتكاتف ونخرج جهدا واحدا نتيقن هذا ما هو المقرر. فمثل هذه هي موجودة ورقية في أظنها في مكتبة مدراس في الرياض، إن كنت من في الرياض، ولها رابط الله أعلم، أحاول أن آتي الرابط لأنها حقيقة أنها يعني لها رابط.
صار تعالى أحاول إني هل أسألك لك بإرسالها هنا تكون في نفس الغرفة تسوي ملفات؟ اتفق على هذه يا شيخ محمد. أنا حاول المنتدى إلى الآن ما تم افتتاحه، بس هذا راح المنتدى الآن. أنتم متخصص في المحاسبة أليس كذلك؟ جميعنا.
كده. تراك في حال حاضر معنا الآن يعطيني تروح من الإبادة هنا على الخاص يرسل إيميل على الخاص وأنا أرسل له المذكرة الآن. خلاص إن شاء الله أنا أرسلها إن شاء الله يعني أضعها في المكتبة قريبا بإذن الله عز وجل. حياكم الله ونستودعكم الآن أن انتهى وقت المحاضرة إن شاء الله تعالى نلتقي. طبعا أوقات المحاضرات كما ذكرنا يعني في المنتدى هي يومي ال بالنسبة لعقود المعارضات عندنا يوم الأحد الساعة 8:15 بعد صلاة العشاء ويوم الثلاثاء بعد العصر انتهى الوقت. حياكم الله ونحسن